أكثر من 6,800,000 إصابة بكورونا في العالم. مجلس الأمن يمدد قرار تفتيش السفن المشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وبايدن يحصل رسميا على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا، وفي البداية نرجو من حضراتكم أخذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا لنحمي أهلنا ونحمي بلدنا. وبداية هذه النشرة من تطورات ملف كورونا، حيث أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات تجاوز 6,800,000 حالة. وكشفت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ أكثر من 6,852,800 حالة، كما أشارت إلى أن عدد الوفيات بلغ 398,282 حالة. تواصل منظمة الصحة العالمية تجاربها السريرية على عقار هيدروكسي كلوروكين، وذلك بعدما أوقف علماء بريطانيون تجربة كبيرة لاستكشاف ما إذا كان هذا العقار فعالا في علاج مرض الفيروس. وأوضحت المنظمة أن التجربة التي تجريها الصحة العالمية والتجربة البريطانية مختلفتان ببروتوكولات ولجان إشراف خاصة بكل منهما. كما أضافت الصحة العالمية أن اللجنة الخاصة بها ستواصل متابعة البيانات مع الوضع في الاعتبارات الأدلة التي تسفر عنها تجارب عشوائية أخرى. أعلنت دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة التي تم العمل بها في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى للمصابين بهذا الفيروس. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافين لبعض مصابي فيروس كورونا من الحالات الحرجة، وذلك في مستشفيات وزارة الصحة والسكان. كما تم توفير البلازما لاثنين من المستشفيات الجامعية بعد طلبها، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدئية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي، مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات. هذا وأعلنت وزارة الصحة عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 8,158 حالة. وأشار دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 9,216 حالة. وأضاف أنه تم تسجيل 1,348 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و40 حالة وفاة. كما أوضح مجاهد أن إجمالي ما تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الآن هو 31,115 حالة، بينهم 8,158 حالة تم شفاؤها و1,166 حالة وفاة. وفي إطار تعزيز الخدمة الطبية، ارتفع عدد المستشفيات المتعاملة مع فيروس كورونا إلى 340 مستشفى، وبالتوازي تبذل الجهود على صعد استراتيجية لتوطين صناعة المستلزمات الطبية.
جهود لا تتوقف تلك التي تبذلها الدولة في مواجهة فيروس كورونا. من بين هذه الجهود تعزيز الخدمة الطبية وتقديم الرعاية الصحية للمصابين. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وخلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس اطلع على عرض من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد حول مستجدات زيادة المستشفيات المتعاملة مع مصابي فيروس كورونا. وبحسب بيانات الوزيرة فقد وصل عدد هذه المستشفيات إلى 340 مستشفى تضم 35,152 سريرا و2218 جهاز تنفس صناعي و3539 سرير رعاية مركزة، كما أفادت بتجهيز 36 مستشفى أخرى ليصبح إجمالي عدد المستشفيات 376 على مستوى الجمهورية. وبالنسبة لتوفير العلاج فقد أفادت الوزيرة بأنه يتم توفير 500 ألف جرعة للحالات الحرجة و8 ملايين جرعة للمخالطين للحالات الإيجابية، وكذلك مليوني جرعة للحالات التي تخضع للحجر المنزلي، مبينة أن عدد وحدات الرعاية الصحية التي تقوم بتوفير العلاج للمخالطين وحالات العزل المنزلي تبلغ 5013 وحدة. كما استعرض رئيس الوزراء تقريرا بإمكانات وجهود وزارة التعليم العالي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة موقف المستشفيات والمدن الجامعية المخصصة للعزل والحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا. أكد الوزير خالد عبد الغفار أنه تم توفير 6397 سرير في 18 جامعة، إضافة إلى 907 غرف رعاية مركزة و712 جهاز تنفس صناعي، لافتا إلى علاج 5808 حالات تماثل للشفاء منهم 4318 حالة حتى الآن. وقال عبد الغفار أن إجمالي الطاقة الاستيعابية لاثنتي عشرة مدينة جامعية مستخدمة كمستشفيات للعزل بلغ 69 ألف سرير. وعلى مستوى استراتيجية توطين صناعة المستلزمات الطبية، أكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المستلزمات وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال، إلى جانب تشجيع التصدير. بينما كشف رئيس الهيئة عن التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتوفير المستلزمات الوقائية، إلى جانب التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير مخزون استراتيجي من مستلزمات الوقاية وأجهزة التنفس الصناعي. هكذا تعمل الدولة على قدم وساق وفي اتجاهات عدة لتقديم الرعاية الصحية لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير مخزون استراتيجي من مستلزمات الوقاية وأجهزة التنفس الصناعي. تعهدت دول مجموعة العشرين بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا. وأكد أعضاء مجموعة العشرين في بيانهم أنهم سيبذلون أقصى جهد لحماية الأرواح والفئات الأكثر ضعفا حول العالم، مشددين على التزام قادة المجموعة بمكافحة فيروس كورونا. كما أضاف البيان أنه سيتم تخصيص هذه المساهمات للأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات وأعمال البحث والتطوير. وفي بريطانيا أعلنت وزارة الصحة هناك أن عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا تجاوز 40 ألفا. يأتي هذا بينما ذكرت إحصاءات رسمية لوكالة رويترز أنه بإدراج الحالات المشتبه بها فإن عدد الوفيات بالفيروس في بريطانيا قد يصل إلى 50 ألف شخص. أما في ألمانيا فقد أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن ألمانيا سجلت 33 حالة وفاة و407 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في عموم البلاد 183,678 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 8,646 حالة. يأتي هذا بينما طالب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر دول الاتحاد الأوروبي برفع قيود السفر بدءا من آخر يونيو الحالي. Thank you.
أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن أوائل السائحين بدأوا بالوصول إلى بلاده قادمين من ألمانيا منذ بضعة أيام، وذلك مع تخفيف القيود المفروضة في البلدين بسبب فيروس كورونا. وفي مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع نظيره الألماني هايكو ماس، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن ألمانيا ستسمح باستئناف التدفقات السياحية إلى إيطاليا، وذلك بدءا من منتصف الشهر الجاري. وأشار إلى التزام بلاده بالحفاظ على الشفافية القصوى من ناحية البيانات المتعلقة بالوباء. dass wir fest entschlossen sein müssen, gemeinsam aus dieser Krise herauszukommen und uns gemeinsam nach Lösungswegen umzuschauen und uns dabei, so gut es geht, wechselseitig zu unterstützen. أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا تسجيل 85 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأشارت الوكالة الإيطالية إلى تسجيل 518 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 234,531 حالة إصابة. أما في فرنسا والتي سجلت بدورها 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 29,111 حالة وفاة، وهو خامس أكبر عدد في العالم. كما ذكرت الصحة الفرنسية أن أعداد من يدخلون المستشفيات بسبب الإصابة بكورونا في تراجع مستمر. أعلنت جامعة جونز هوبكنز أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 922 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 109,000 وفاة. وأشارت إلى أن عدد المصابين بالفيروس تخطى حاجز 1,894,000 مصاب، بينما تعافى نحو 491,000 شخص. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تجاوزت إلى حد كبير وباء فيروس كورونا الذي لا يزال يودي بحياة نحو 1,000 شخص يوميا في الولايات المتحدة. وحول الاحتجاجات بشأن وفاة الأمريكي ذي الأصول الأفريقية جورج فلويد، أكد ترامب أن نشر الحرس الوطني أسهم بشكل كبير في احتواء الفوضى بمدينة مينيابلس، واقترح على بعض حكام الولايات استدعاء الحرس الوطني لمواجهة هذه الاحتجاجات. هدد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بانسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية إذا لم تكف عن أن تكون منظمة سياسية متحيزة على حد تعبيره. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل أكثر من 1,000 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ونحو 30,830 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بالبرازيل إلى أكثر من 35,000 حالة، أما الإصابات فإلى أكثر من 645,000. وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة هناك عن تسجيل 4,346 إصابة جديدة بكورونا فضلا عن 625 حالة وفاة، وأشارت إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد بالفيروس إلى أكثر من 1,110,000 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 13,170 حالة.
من المكسيك إلى الصين، حيث أعلنت لجنة الصحة الوطنية هناك عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، موضحة أن الحالات الثلاث واردة من الخارج. كما أكدت اللجنة تسجيل 2 إصابة جديدة بلا أعراض مقارنة ب3 حالات في اليوم السابق. وبهذا يصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 83,030 حالة، في حين ظل عدد حالات الوفاة بلا تغيير عند 4,634 حالة. سجلت كوريا الجنوبية 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد في 8 أيام. وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الإصابات الجديدة رفعت إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 11,719 حالة، كما استقر عدد الوفيات المرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا عند 273 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي من تماثلوا للشفاء التام بعد خضوعهم للحجر الصحي 10,531 شخص. وفي الهند أعلنت السلطات هناك عن تسجيل 294 وفاة و 9,887 إصابة جديدة بكورونا، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. وتعد هذه أعلى زيادة يومية في عدد حالات الإصابة والوفاة في هذا البلد منذ بدء تفشي الوباء، كما دخلت المرحلة الخامسة من الإغلاق الوطني في الهند حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين الماضي، مع تخفيف العديد من القيود وإعادة فتح البلاد بطريقة تدريجية. أما في السودان فقد أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 151 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 5,865 حالة. كما أشارت الوزارة في بيانها إلى تسجيل 14 حالة وفاة، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 347، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 1,924 شخصا. أما في ليبيا فقد مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع ولمدة عام قرارا يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011. وينص القرار على أنه على الأمين العام أن يقدم تقريرا حول تطبيقه إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهرا. وتهدف العملية البحرية الأوروبية إيريني والتي أطلقت في بداية أبريل وتستخدم المراقبة الجوية والأقمار الصناعية، تهدف إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا. في سياق متصل، أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي أن الطائرات المسيرة التركية تواصل استهداف المدنيين والقوات رغم وقف إطلاق النار. وطالب المسماري خلال مؤتمر صحفي الأمم المتحدة طلبها بالتدخل لوقف الانتهاكات التركية بحق الليبيين. ما يحدث حقيقة أمام المجتمع الدولي وأمام الدول الصديقة والدول التي اتخذت هذه الخطوات لم تستطيع وقف الاعتداء التركي الذي سبب في مقتل مئات المواطنين الليبيين الأبرياء الآمنين من خلال استهداف الطرق العامة واستهداف مناطق بعينها مثل ترهونة، مثل شويرف، مثل بنوليد، مثل نسمة، مثل الشقيقة. هذه المناطق تم استهداف فيها مدنيين بالطيران المسير التركي في عدة مرات وأدت إلى ضحايا كثيرين، وبالتالي الأمم المتحدة لم تنتبه لهذه القصة ولم تنتبه إلى هذا التعدي، إن هذا التعدي هو مؤشر أن هذه الكيانات وأن تركيا لا تحترم القانون الدولي الإنساني ولا تحترم مبادئ الحرب ولا تحترم اتفاقية جنيف ولا تحترم حتى التعاليم الإسلام والأخلاق الليبية في هذه المعركة. تركيا نحن نعلم تماما أنها دولة حلف في الناتو وتملك ترسانة عسكرية ضخمة تابعة للناتو، وهذه الترسانة هي التي استخدمت
في هذه المعركة، سواء في معارك طرابلس، سواء في الطيران المسير يوم الأمس. وبالتالي نحن كجيش وطني ليبي نواجه قوة أو جزء من قوة الناتو في هذه المعركة. وأعتقد أن هناك من حاول الدفع بالناتو لهذه المعركة من خلال تركيا، وهذا سيظهر بإذن الله في الأيام القادمة أو في السنوات القادمة، ستظهر حقيقة هذه المعركة ومن يقف خلف تركيا في هذه المعركة. وفي سياق متصل، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن حل الأزمة الليبية يتعين أن يكون داخليا وبعيدا عن أي تدخلات خارجية. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، أكد السعيد لأن بلاده تتمسك بسيادة ليبيا، مشددا على أن تونس لن تكون جبهة خلفية لأي طرف. كما أكد الرئيس التونسي مجددا رفض بلاده لأي تقسيم للدولة الليبية. أما في الملف العراقي، فيعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسة للبت في مرشحي الحقائب الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي. كما كان البرلمان العراقي أعلن أن رئيسه محمد الحلبوسي تسلم في وقت سابق أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة الكاظمي. أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي وإصابة اثنين آخرين في هجوم لم يحدد منفذيه على سيارة إسعاف مدرعة، وذلك في محافظة إدلب شمالية غربية سوريا. وأضافت الوزارة في بيانها أن القوات التركية حددت أهدافا في المنطقة وفتحت عليها النار ردا على الهجوم. قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين السورية. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن السيارة انفجرت بالقرب من المستشفى الوطني برأس العين، والتي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته. أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي رسميا ترشيح نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لخوض الانتخابات الرئاسية 2020 ليواجه الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقررة مطلع نوفمبر القادم. وأكد بايدن في بيانه عقب ترشيحه أن الولايات المتحدة الأمريكية تمر بفترة هي الأصعب في تاريخ البلاد، متهما ترامب بانتهاج سياسة مثيرة للانقسام، مضيفا أن أمريكا بحاجة إلى قيادة حقيقية. أمر قاضي محكمة جزئية بالولايات المتحدة شرطة مدينة دنفر بالكف عن استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي والقنابل الضوئية ضد المحتجين في المدينة. يأتي القرار على خلفية دعوى قضائية محلية أقامها محتجون يشتكون من القوة المفرطة التي استخدمها رجال الشرطة خلال المظاهرات العامة التي تشهدها البلاد ضد مقتل مواطن من أصول أفريقية على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس. نددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت بمقتل أمريكي من أصول أفريقية يدعى جورج فلويد على يد الشرطة، ووصفتها بأنها عملية غير مقبولة ووحشية. كما أعربت كرافت عن رفض الولايات المتحدة الأمريكية لانتقادات من الصين وإيران بسبب تعامل السلطات الأمريكية مع الاحتجاجات واستخدام الشرطة للقوة المفرطة لتفريقها. هذا وأمرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون 900 جندي متبقين كانوا قد أرسلوا إلى العاصمة واشنطن، أمرتهم بالتصدي للاحتجاجات على مقتل جورج فلويد وبالعودة إلى قواعدهم. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله أن وزير الدفاع مارك أسبر اتخذ قرارا بذلك، مضيفا أن قرار إعادة الجنود اتخذ بسبب وصول عدد كاف من قوات الحرس الوطني إلى واشنطن.
حضرت الشرطة الفرنسية مظاهرات كان مقررا تنظيمها أمام السفارة الأمريكية وفي الحدائق القريبة من برج إيفل في باريس اليوم، وذلك مع تصاعد موجة الاحتجاجات في أنحاء العالم على مقتل جورج فلويد. وقالت إدارة شرطة باريس أنها قررت حظر المظاهرات بسبب المخاوف من الاضطرابات الاجتماعية والأخطار الصحية الناجمة عن التجمعات الكبيرة في ظل جائحة كورونا. شهدت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي أعمال تخريب مبان ورشق السفارة الأمريكية بالحجارة خلال مظاهرة ضد انتهاكات الشرطة، ويطالب المحتجون بمحاسبة السلطات على وفاة عامل بناء أثناء احتجاز الشرطة له في ولاية خالسيكو بغرب المكسيك الشهر الماضي. يأتي هذا فيما اعتقلت السلطات 3 رجال شرطة لإخماد الغضب بشأن موت هذا العامل. كشف مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا في خطوة من المرجح أن تثير مخاوف في أوروبا بشأن التزامات الولايات المتحدة بالقارة، كما ستقلص هذه الخطوة عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا من 34500 جندي حاليا إلى 25000 جندي. واستبعد المسؤول أن يكون القرار بسبب التوتر بين ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أحبطت خطة ترامب لاستضافة اجتماع لمجموعة السبع هذا الشهر. أبدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أسفهما لعدم تحقيق تقدم في المفاوضات حول العلاقة بينهما بعد بريكزيت في ختام أسبوع جديد من المفاوضات. وأكد المفاوض الأوروبي ميشيل بارنييه عدم تحقيق أي تقدم يذكر، محذرا من الاستمرار إلى ما لا نهاية في المفاوضات. وأشار إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أكتوبر القادم حتى يتسنى للدول الأعضاء إبرامه بحلول نهاية السنة. أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي مقتل عبد الملك دروكو دال زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، وذلك في عملية عسكرية للجيش الفرنسي شمالي مالي. وأوضحت بارلي في تغريدة على تويتر أن العملية تمت في 3 من الشهر الجاري بمشاركة قوات من الجيش الفرنسي وشركاء محليين، مشيرة إلى أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل عدد من معاوني دروكو دال. أفاد مسؤولون بمقتل 11 من رجال الشرطة المحلية في انفجار لغم مزروع على جانب أحد الطرق بإقليم باداخشان، وذلك في شمالي شرق أفغانستان. كما قالت شرطة الإقليم أن قائد شرطة محلية و10 رجال آخرين هرعوا لنجدة قوات أخرى في منطقة خاش بالإقليم، وذلك عندما انفجر اللغم في سيارتهم. كما قالت شرطة باداخشان إن حركة طالبان تسيطر على 30% على الأقل من المنطقة. يلتقي اليوم بايرن ميونخ مع مضيفه باير ليفركوزن في الجولة 30 من الدوري الألماني، ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق نتيجة إيجابية للاقتراب خطوة من حصد اللقب، حيث يمتلك البايرن 67 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما يحتل باير ليفركوزن المركز الخامس برصيد 56 نقطة.
وفي الجولة ذاتها يستضيف اليوم بروسيا دورتموند فريق هيرتا برلين على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ويبحث دورتموند عن انتصار جديد لمواصلة مطاره غريمه أو مطاردة غريمه التقليدي بايرن ميونخ، حيث يمتلك دورتموند 60 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن البايرن المتصدر، بينما يمتلك هيرتا برلين 38 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الألماني. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. أكثر من 6,800,000 إصابة بكورونا في العالم. مجلس الأمن يمدد قرار تفتيش السفن المشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وبايدن يحصل رسميا على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية. انتهت هذه النشرة مشاهدينا، للمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الأخباري extranews.tv. شكرا لكم لحسن المتابعة وفي أمان الله.